إذن السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذه القناة. إذن هناك شيء جديد، كان واحد الجديد الإخوان في المسألة ديال الجنسية. فهنا كما كتلاحظوا، أنا هذه الصفحة هذه هي واحد الصفحة اللي هي مسمية الريد سارة. هذا الريد سارة الإخوان، إذا الجوبيرنو بغى يوصلنا واحد النوتيفيكاسيون، يعني يتم الإعلام ديالنا بشي حاجة أنها خرجت لنا مثلا في حال الجنسية اللي هي بحال هاد الحالة هادي، فكيصيفط لنا واحد اللينك، واحد الإلاصي، يعني واحد الكليك. الإلاصي راه معروف في الإنترنت، كانت كيو عليه كتخرجنا لهاد الصفحة هادي اللي هي الريد سارة. بالنسبة لهادي واحد الأخت الإخوان، أنا غطيت المعلومات ديالها. هاد الأخت هادي كنت دفعت لها في 2020، فالناس ديال 2020 شهر 3 شهر 2 راه بداو كيخرجوا بلا دعوة. ف ملي كان عمرو المسألة ديال الجنسية الإخوان، وكان عمرو يعني داتوس، راه كان عمرو طبعا طبيعة الحال واحد الإيميل اللي غادي يرسلوا لنا فيه هذا الإشعار. هذاك الإيميل خصنا نعمروه طبعا إذا دفعنا بإنترنت. ملي كنعمر هذاك الإنترنت الإيميل، فملي كتخرج لنا الجنسية مثلا أو لا كيطلبوا لنا شي ورقة، كيصيفط لنا واحد الإيميل. فهذاك الايميل كاين واحد اللينك لهاد الصفحه هادي. ملي كندخلوا لهاد الصفحه الاخوان، فضروري ديك الساعه خصنا يكون عندنا سيرتيفيكادو ديجيتال بكل بساطه. كان واحد المشكل شحال هادي، ان الجنسيه ملي كتخرج، واذا كان المحامي ديالك هو اللي يدفع لك، فكيبقى هو اللي يقدر يخرج لك ديك الورقه، كتبقى خصك تسناه. الان يمكن هاد المساله هادي بدلوها. المهم هذه ما كناش دفعنا مع المحامي، يعني كنت دفعت لها انا بحط يعني بصفه شخصيه، فهما رسلوا يعني رسلوا لها هذا الانلاسي هذا في الريد ساره. كما كتشوفوا هنايا هاد الكونسيسيون ناسيونال اذا راكم كتشوفوها الان، راه هي هذه، خصنا ننزلوها. اذا غادي تبقاو معايا باش ننزلوا هاد الكونسيسيون، يعني هاد الجنسيه، يعني فقط غادي وغادي نضغطوا على هذا الزر هذا وغادي تنزلنا. واحد دقيقه. اذا كما كتلاحظوا، فطلعتنا هذه الصفحه هذه، انا يعني خبيت هي المعلومات ديال السيده هذه. فالان كتلاحظوا خرجتنا هذه الصفحه هذه، كتقول لنا كونسيسيون ناسيوناليات، تعطاتني الجنسيه، فجاوبوها في 28 ديال 6 هادشي ديال البارح. جميع الاكسس لهاد النوتيفيكاسيون، يعني كيقول لك هنايا كما كتقراو لتحت، يعني كتسلموا هاد يعني الكونسيسيون ديال الجنسيه، راكم بحال اللي كتفيرميو عليها، بحال اللي مشيتي وفيرميتي على ان توصلتي بهاد الورقه هذه. لان ابتداء من هاد تاريخ الاستلام عندك 6 شهور باش تاخذ السيتا وباش تعمل الخوره. اذا ما عملتيهاش في خلال 6 شهور، طبعا ملي كتاخذ السيتا راه كتجمد ديك 6 شهور. ولكن تخيلوا على ان جاتكم هاد البريه مثلا للدار ولا شي حاجه، ولا تسلمتوها وما عملتو ما قمتو حتى بشي اجراء، في هاد الحاله كيبقى عندكم 6 اشهر فقط. فهنا خصنا نعملوا دومي كونسنتيمنت الاخوان. هنا كما كتشوفوا نعملوا دومي كونسنتيمنت ونعملوا اسيبتار. اوكي، اذا ملي كنا نعملو اسيبتار دو كونسنتيمينتو، كتخرج لنا هاد يعني غادي تخرجنا في خطره. ما تخلعوش الاخوان، تحاولوا تدخلوا من جديد، لان هادشي اللي وقع لي. تدخلوا من جديد وغادي غادي تمشيو للنوتيفيكاسيونيس رياليسادات، يعني كاين واحد القسم نون رياليسادات والرياليسادات، يعني اللي قمنا بها، يعني ها هي الان غادي نوجدو الدوكومينتو. هو هذا الاخوان، فبكل بساطة الريزغواردو هو هذا، والدوكومنتو غنضغطو عليه وغادي ينزلنا بكل بساطة. والدوكومنتو الإخوان هو هذا اللي لتحت، هو هذا اللي كتشوفو هنا، غادي نكليكيو عليه وغادي يبان لنا النوتيفيكاسيون. هو هذا الدوكومنتو الإخوان. فهنا كيقول لك ريسولوسيون دي كونسيسيون دي ناسيوناليا بور ريسيدنسيا، فتعطات لهاد الأخت هادي يعني الناسيوناليداد، عطاوها الناسيوناليداد، فمبروك لهاد الأخت هادي. فهنايا الداتوس ديالها، فهي يعني الاسم فريدة، طبعا هي من المغرب، وطبعا ساكنة في جهة غوادالاخارا. فباقي المعلومات فيعني خبيتها طبعا لي يعني خصوصية المعطيات الشخصية.
اذا كما كتشوفوا الاخوان، بغيت نشارك معكم هذه المساله هذه ديال الريد ساره، لان اول مره كنشوفها. انا شحال هذه كنا كندخلوا الموقع ديال وزاره العدل بالسيرتيفيكا دو ديجيتال، وتماك يعني خصك تدخل، واذا ما كنتيش انت مثلا هو اللي يعني يعني لو كان المحامي هو اللي عنده الحق يدخل، كيدخل غير هو، ما يخليكش انت تدخل بصفه شخصيه. ولكن هنا طبعا تصيفطت في الريت سارة الاخوان، ويعني انا قمت بهذه العمليه امامكم. كنتمنى على ان الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. دائما ما كتكونش حاجه جديده في هذه المسائل ديال الجنسيه، فانا كنحاول اني نشارك معكم هذه المعلومات، والى اللقاء في فيديو اخر.